فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اعتكفنا في الحرم ويصير بين المعتكفين نزاع على الأماكن في الحرم من ناحية الحجز ومن ناحية النوم وغير ذلك، ونحن حريصون على ليلة القدر، فهل علينا ذنوب في هذا الخصام؟ نعم، لا تخص، الحرم واسع ولله الحمد. وإذا ضاق بك المسجد الحرام حول الكعبة فكل مكبح، كل لا ما هو داخل الأميال كله حرم، الحمد لله. اذهب إلى مسجد آخر فيه سعة، لا تنحصروا في المسجد الذي حول الكعبة وتتضايقوا وتتشاحنوا إلى آخره، وربما لا تؤدوا العبادة على الوجه المطلوب بسبب الزحام الشديد والخطر. نعم.